والنظام الحالي، وكان يعني فريمون يزيد يجي يكون اوعى، يطلق هذا السجناء الراي اللي راه يحبس هذا القمح ويدير اون فري سونسيبيليزاسيون وما يكذبش على الشعب. التعبير عن الرأي هو التهمة الرئيسية التي يواجهها مناضلو الحراك السلمي، لكن هناك بعض المساجين اعتقلوا بسبب التضامن المحض لا غير، ولعل أبرز هؤلاء الهادي العسولي، مواطن فلاح بسيط وناشط معتاد على التطوع في الأعمال الخيرية والإنسانية لفائدة الفقراء والمهمشين. تم إيداعه السجن جوان 2021 لا لشيء إلا لأنه كان متضامنا ويساعد عائلات المعتقلين من باب الإنسانية. هنا فورمي سو كوليكتيف، قلنا كيفاش نقدروا نعاونوا هاد العائلات هادو اللي ولادهم ما كاشهم، اللي الزوج تاعهم غايب. هادو سجناء الرأي، هادو ما دنهم، واش دار هاد الطفل هذا ولا الطفل واش دار؟ جبدت راية عرقية أمازيغية. الهادي عضو اللجنة الوطنية لتحرير معتقلي الرأي، ملفه غير معقد، ورغم ذلك أحيل على محكمة الجنايات بعد سنة من إيداعه السجن المؤقت دون محاكمة. حول العسولي من سجن الحراش بالعاصمة إلى سجن البرواقية بتاريخ 2 فبراير رفقة 9 محبوسين كرد فعل على إضرابهم عن الطعام منذ 25 جانفي الماضي. واليوم يدخل العسولي أسبوعه الثاني في ثاني إضراب عن الطعام يخوضه رفقة مجموعة من معتقلي الحراك تنديداً على اعتقالهم التعسفي دون محاكمات. وكانت قد صرحت زوجة العسولي في وقت سابق بأن زوجها فقد 30 كيلوغراماً من وزنه وحالته الصحية متدهورة، كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الوضع الصحي للهادي العسولي. هذا ويقبع وراء القضبان 303 معتقلي رأي، من بينهم 5 نساء و3 محامين و3 صحفيين، والباقي أغلبهم حقوقيون وطلبة جامعيون من جميع أطياف المجتمع ومن مختلف الأعمار.